تقريبا 3 يترو 3 يترو هنا 3 يترو 6 يترو ب 140 درهم 120 درهم والله حتى رخيص على المغرب برا بالله. صباح الخير عليكم الحباب. عرفتي شحال هذه من درت الفيديوهات هذه؟ عرفتي والله غير طاح الثلج بالله. شو الثلج شوف عرفتي والله ما يصحابني طاح الثلج بالله. المهم عرفتي شحال هذه درت لكم فلوق. غادي نحاول ما امكن هذا اليوم غادي ندير واحد الميني فلوق سميه ميني فلوق ولا فلوق خفيف طريف. غادي نحاول ما امكن نمشي لواحد السطار راكم عارفينه معروف بزاف غير بعض الناس عزيز عليهم داك السطار تيقول لك صورونا هنا. هاد السطار هذا سميتو كاسكو. غادي نمشي نشري منه اللحم فقط. اللحم كيعجبني نشري منه اللحم علاش؟ لانه هو فيها في الكونتيتي فيه بزاف. يعني عوض ما تمشي مثلا للوار مارت تشري حبه بحبه هذا كتكون بلاستيكه فيها بزاف ديال الحبات. وتشوفوا معايا حتى الاثمنه ديال تما وقارنوا معايا بالاثمنه ديال المغرب واش بحال بحال ولا هنا رخيص. عرفتي والله ما يصحابني طاح الثلج البارح كانوا قالوا غيطيح ساعه. المهم نمشيو نفطروا ونشدوا الطريق. سمعت بلي الحليب تا هو غلاو تمايا. للاسف وصل شي 4 دراهم ياك. المهم حنا كنشريو هذا هو كان ماعرفش شحال فيه ولا شي 4 يترو واش بشي 3.75 ولا 4 دولار قلنا شي 4 وشي حاجه. دابا نصورو ونشوفو الاثمنه تمايا. ايوا نفطرو ونتمو معايا نشدو الطريق. قلت لي يا ربي ما يكونش الثلج في الطريق. عرفتي والله الا البرد وحق الرب. عرفتي البرد بارد والثلج ولكن واخا هكا هذا هو الجو اللي كيحمق لك. شو الصديق ديالي هذوك اللي في ميريكانو عندهم البريوس حاول الله يسهل عليكم صوقوا فيه مزيان. شو صاحبي عنده البي ام دبليو واحد خوتنا هذه كانت عندها البريوس. عرفتي كان غادي خونا في الفري واي يعني بحال نقولوا له كيروت ولا في ارشي جايه ما شد التليفون وما عرفش حتى باط بوطات لهم سكيل البي ام ديالو بي ام زوينه بوطات جاتها له كاع. بيم البريوس الله يسهل عليكم صوبوا شي شويه مزيان اصاحبي ردوا بالكم راه البريوس تقريبا الطوموبيل الوحيده اللي مكروها هنا في امريكا ما كيحملوهاش الناس. ف بي ام دبليو زوينه غزاله عارف ان لاسورانس انا غتصلح حالو غادي تردها له حسن واعره ولكن المهم كتبقى واحد الحاجه اللي ما خاصهاش توقع. سو نشدو الطريق ونمشيو نديرو ليسانس في كاسكو نيت ونوريكم الاثمنه ديال اللحم والماكله. عزيز عليكم نتوما الاثمنه تشوفوا المعيشه كي دايره هنايا. مرحبا عرفتي هاد كاسكو هذا الحاجه الوحيده اللي كتخليني ما كنحملش نجي لعندو هو الزحام. ترى ديما عليه الزحام اصاحبي ديما عليه الزحام لانه كيف قلت لكم فاش تتكون شي حاجه في شي بلاصه رخيصه طيحت شويه الثمن فيها كلشي كي شي مرات كتكون ماشي مشكل نخلص دولار جوج دولار زايد على شي حاجه ونتجنب هاد الزحام هذا وما يضيعليش وقتي خاصه الا كنتي خدام ولا شي لعبه. انا ندور لكم كاميرا عرفتي وخصوصا البلاصه جايه حدا الهوم ديبو هنايا يعني الهوم ديبو تيجيو الناس اللي كعارف الكونستراكشن البناء وديك العالم فموراي الزحام وقدامي انا ندور الكاميرا نحاول نشوف الا كانت مع امراش غندير ليسانس هنا ما كانش نمشي نديرو في شي بلاصه اخرى ماشي مشكل. هاد البلاصه هادي كيف كتشوفوا هنا فين كيديروا ليسانس ديال الكاسكو حتى هو تنظن رخيص ما عرفتش شحال دايرين له هنايا تيبان لي ما عامرش بزاف سو غنحاول نمشي ندير ليسانس فيه. عندهم هما ليسانس زوين وفي نفس الوقت رخيص سو غنمشي نديرو ليسانس. اخوتي بلاكس والله اللي صاحبني ما كاينش الزحام انت شوف بنادم شحال كيتسنى شوف 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 وهاد الشانطي هذا كامل شوف 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 ولا هاد الشيء هذا الشانطي كامل وهنايا شوف شحال كيتسناو تما شوف شوف وايلي واخا يكونو كيعطيولك فابور كاع بناقصة خويا نمشي ندير مونا غالي كاع. الحاجة اللي زوينة عاوتاني في كاسو هنايا هو كدير حتى الريح للطانوبيل كديرها له فابور في تراكس في غاز في المهم غاز ستيشنز كيكونوا كيديروا شي جوج دولار شي لعبه خصوصا انا ما عنديش مع الكاش ما كنزيدش معايا الكاش عندي لي كارت خاصك ما تدوش. اما هنايا هاد اللعيبه هادي اللي كتزيد الريح للروايد المهم تيستيو الروايد ونشوفوا الا خاصها شي ريح. والطامة الكبرى هنايا هو انه دابا فاش غنزيد الريح هذا هو كاسكو غادي ندخلوا غادي نشوفوا داكشي ومصيبه باش تلقى الباركين عاوتاني. يعني كاين واحد شويه ديال التخفيضات في كاسكو ولكن ما عرفتش علاش الناس تيضيعوا تقريبا ساعه ديال الوقت ولا اكثر اللي باش يباركي ولا منين يدوزوا ويديروا ليسانس باش يتسناو هادشي هذا كامل ما عرفتش انا ما عرفتش الا عندكم قولوا لي علاش الانسان غيسيفي واحد 5 دولار ولا ما عرفتش شحال ولا 10 دولار كاع وغيضيع ساعه ديال وقته.
كتبان لي ما كاينش المنطق هنايا. المهم ديروا لي صافي، ديروا نزيدوا شويه ديال، بغيت نقول لكم نزيدوا الريح، قلت نزيدوا ليسانس اللي هي كتقولك شحال فيها 34، هي غتبقى تزيد تزيد 35 36. عرفتي علاش دابا كنصور لكم كلشي؟ لانه في الانستغرام صورت قلت لكم واش ندير لكم ميلي فلوغ، قلتوا لي انه صورنا كلشي، اي حاجه كديرها صورها لنا، داكشي علاش كنصور لكم اي حاجه. كون البرد، فاش كيكون البرد ديما الروايط كينقصوا. عرفتي بالدراع اخوتي العزاز، والله الا عرفتي فوقاش وانا جالس كندور في الباركين ما صورت لكمش تقريبا شي 5 ولا 10 دقائق وانا جالس كندور، ويلاه بانوا لي هادو جيال طوموبيلتهم ترى بزاف هاد كاسكو، اقسم بالله واخا يكونوا كيعطيوهم الماكله فابور اصاحبي. راه مازال الناس على الريما جالسين كيدورو هنايا، كيشوفوا شي واحد بالكريسه دايز بحال هادو تيشوفوا شي واحد دايز تيبقاو تابعينو في الطوموبيل. علاش؟ لانه هذاك غادي يوصلوا للطوموبيل ديالو. انت بحال دابا هاد محطوط هذا وش الاخر دير سينيال بريوس عدوة الله تعمل هادري ويش كيضحك معايا. سو كيف قلت لكم الباركين هنا باش تلقاه مصيبه، يعني كاع الناس اللي كيتقدم الكاسكو حسن عوانكم. انا كنجي ليه مره راه شي 3 شهور 4 شهور دابا باش جيت لي وتقديت غير اللحم صافي، اللحم اللي فيه زوين وفيه بزاف باش ما كتوليش تبقى تمشي للبلايص ديالو. دخلوا معايا وتشوفوا داكشي بعدا باش تدخل هاد الكاسكو هذا باش كتقدم منه كلشي خاص تكون عندك واحد العضويه ديال هادي. هاد العضويه هادي خاصك تخلصها مره في العام. انا والله هاد العضويه ما ديالي بالله، يدير واحد صاحبي امريكان حيتاش ما كنجيش ليه، انا ما كنجيش ليه لانه هاد الزحام هذا ما كنحملوش كاع. بالنسبه للسامسونج 65 كبيره بزاف، الثمن ديالها 479. عرفتي بديت لكم بالالكترونيات، حيتاش كاينين بزاف الناس كيسولوني على الالكترونيات، سو غنحاول نوريكم حتى الالكترونيات شحال واصلين. هادي اتسمان جاست اون 72، الثمن ديالها هما الاثمنة 1149، يعني تقريبا 1,500,000 درهم. هما البيسيات، الناس اللي كيسولوني على البيسيات ال جي بالنسبة للثمن ديالهم 1099. المهم بالنسبة للبروسيسور داكشي إلى بالكم ها هو، كاين حتى ايسوس 993 699 بالنسبة لل جي. بالنسبة للبروسيس 512 داكشي كامل. بالنسبة للمواكن ديال ابل، كاين كل ابل واتش كاين سكند جينيريشن، كاين ذا سكند جينيريشن هير، كاين الايت الاثمنة ديالهم ما بين 239. ها الايفون، هاد الايفون 14 الثمن ديالو ديال 128 1269. بحال انا تيبان لي 14 هذا بحالو بحال 13 برو ماكس، ما كاينش الفرق بيناتهم. كاين حتى الحوايج اثمنة مناسبة ما بين 12 ما بين 10 دولار 12 حتى 21. كاين جواكت 64 دولار. نتوما خدمتو وشوفوا المعيشة كي دايرة هنا. بالنسبة للعضوية تنظن تنظن على ما أظن إلا غلطو قيلا ما بين 40-45 دولار حتى العضوية الأولى وقيلا شي 120، ما عرفتش بالضبط شحال، يعني ما متأكدش بالثمن ولكن شي ثمن كبير مرة في العام، وكيعطوك كيعطوك كيرجعو لك واحد شوية في الآخر العام فاش كتشري بزاف الديسكاونت. عرفتي غنشوفو الثمن ديال اللحم وغادي تشوفو شحال عريمة ديال صدر الدجاج واللحم والكفتة، وشوفو الثمن ديالو ونقارنوه بالدرهم وقولوا لي واش غالي ولا رخيص على المغرب صافي. هادي هي أكفس عندي، أكفس بلاصة عندي في كاسكور، الناس اللي في ميريكان غيعرفوها، هي هاد البلاصة منين كتشري البيض ومنين كتشري الحليب. عرفتي هاد البلاصة هادي متلجة، عرفتي راني بحالي داخل شي فريكو. سو غنحاول نمشي نختارو واحد الحليب، ما كنشريش أنا هذا، كنشري داك ديال سيفوي، ولكن جيت لهنايا ما فيها ما مشيت لسيفوي، غنمشي نتقدا داك الحليب راه هو ليه ها هو، وغادي تشوفوا الثمن ديالو. كاين الاورجانيك، كاين الاخر ديال الهول ميلك، كاين هذا هو اللي كناخذ انا. سو غنحاولوا ناخذوا هذا، فيه جوج الثمن ديالو غنحاولوا ناخذوا هذا. تبارك الله راه ما عرفتش شحال فيه من لتر، ولا شي 8 لتر ولا ما نعرف الثمن ديالو، ما عرفتش شو هو هذاك الثمن ديالو 6.12 دولار، يعني
شوف شحال السيترو ديال الحليب في في, في المغرب ما عرفتش شحال فيه من لتر. انا كنظن فيه شي 6 ولا 8 لتر، ما بين 6 ولا 8. هنا الثمن 60 درهم، قول 65 درهم، 65 درهم، ولكن راه عرفتي شحال من لتر يعني. ما عرفتش، تنظن واقيلا فيه شي 8 لتر، تنظن فيه شي 8 لتر هاد الجوج هادو. سو نحاولوا ناخذوا هذا. سو هذا هو الثمن ديال 5.49 دولار، حتى هذا 8 لتر تنظن، 8 لتر، حيتاش هذا راه كبير. دابا الكاميرا مزوميها، ولكن هذا تنظن 4 لتر فيه، الله اعلم. انا ما متاكدش من هذه المعلومه واش 4 ولا 3 لواحد. المهم الثمن ديالهم 5.49. نمشيو دابا هاد البلاصه متلجه، عرفتي مع الشور عاد تنحس به. خبركم اخوتي العزاز، هاد التمر هذا داير بحال التمر الجيريان، تبارك الله. الطاسة هادي كبيرة، شو الثمن ديالها؟ فين هو؟ راه هو 11.99 تقريبا، نقول شي 1200 ريال. هادي ما عرفتش شحال فيها، واش كيلو؟ هادي كيلو ديال سميتو، تمر الجيريان. صراحة انا مبلي بزاف بالفروتس، يعني العنب التفاح وداكشي كامل، ولكن تجيني العكزة انني نقشر ونقاد داكشي. سو كنحاول نشريها واجدة، الثمن ديالها 10.99 دولار. ولكن تبارك الله راه طاسه كبيره هذه، عرفتي راه تاكل فيها جوج سيمانات. تيعجبني هذا العصير ديال المانجو، سو نحاولوا ناخذو ديال 6 دولار. بزاف انا عقل فاش كنت في المغرب، كنت شفت المرجان وكنت تقديت ستيد تقريبا، ما عرفتش بحال هذا ولا المهم كوميم تقريبا بحال هذا، وقيلا شي ولا قل من هذا، قل من هذا، هذيك اللي تما قل من هذا. الثمن ديالهم هنا ب 20 دولار، قول 21 دولار، يعني تقريبا 200 درهم، 210 درهم. في تما في المغرب كنت خديته بهذا تقريبا بهذا الثمن هذا، قريب ل 200 درهم، وكنت قلت للوالده واو وصلت على الثمن هذا. تما فاش كانت قالت لي بلي راه كلشي غلا. من الحوايج المعروفين بزاف في الكاسكو هذا هي عادي ما تلقاهاش في المغرب، هذه شوف دجاجه محمره تمشي للدار تاكلها، يعني فيها العطريه الملحه كلشي، يعني انت تحيد هذه وتاكلها. شوف الثمن ديالها فين هو الثمن ديالها، 4.99 دولار، 5 دولار يعني 50 درهم. عرفتي دجاجه واجده كامله، الناس كيشريوها هنا بزاف. بالنسبه للحومات المزيانين تبارك الله، شو اللحم كيداير، دوك الفخوضه ديال اللحم شحال فيها؟ 4.14 باوند تقريبا، ما عرفتش شي 4 كيلو ب 40 دولار، 41 دولار يعني تقريبا نقول شي 400 درهم، ولكن عرفتي تبارك الله شحال ثقيل. 20 باوند، 20 دولار. هذا واش خنزير ولا ما شنو؟ بيف، هذا البيف. الحمد تبارك الله كيخرج من يعني هالكثير اللي تنقول لكم كنشريها. شوف تبارك الله شحال، شوف ثلاثة ماشي هادي اللي كناخذ، انا كناخذ سو فين هي اللي كناخذ هادي واخيرا. هادي كتعجبني علاش؟ لانها مقسمة كل مرة كتهز. شوف تبارك الله الكفتة، هادي الثمن ديالها شحال؟ 25 دولار. هاي اللي قلت لكم اخوتي العزاز تقريبا 6.67، نقول قرابة 7 باوند يعني شي 6 كيلو، ثمن 33 دولار. عرفتي تبارك الله هذه شحال كبيرة، شو 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 تبقى تاكل فيها شهر. وبالنسبة لصدور الدجاج اخوتي العزاز، هذا هو اللي كنتقدى، تنجي غير على قبله. تبارك الله 6 ديال الطروفة، شوف 1 2 3 و3 من التحت، هاو هاد المجموعة هادي كاملة بشحال؟ 24 دولار. عرفتي 24 دولار تبقى تاكل فيها حتى تطيب، 3 شهور كدوز لي 4 شهور. سو غنحاولوا ناخذوا، كاين هاد النوع هذا وكاين هاد النوع هذا الازرق، هادو ديال الفارمز يعني ديال دوك الفارمز، وهادو تنظن المزيانين. سو غنحاولوا ناخذوا هذا. فهنا في هاد البلاصه هادي كاسكو عنده واحد الباكيت زواون، واحد الباكيت عزيز عليا، غادي نوريكم لانه قريب شويه للمغربي، خاصة باش كديرو في الثلاجة وكتولي تسخن وكيولي مقرمش. سو من الحوايج اللي كيعجبوني فيه هو هاد الباكيط هذا.
ناخذ هذا واقيلا. المهم جيت غير على هاد الثلاثه هادو صدقنا دينا كيف العاده بزاف الحوايج وعندهم حتى واحد البشي بان زوين في الفطور غادي نشوف الا بان ليا حلوه كامله ديال الناس لي باتيسري لي باتيسري الا بغيتي تعرفوا التمينه ديال هاد الحلوات هادو بحال دابا هادي واجده ب 15 دولار 16 دولار 16 دولار 16 دولار يعني قول 150 درهم. وكيف العاده راه ما جيتش لهنا ماشي عندهم غير الكفته والصدر الدجاج واللحم عرفتي راه عندهم جميع انواع اللحومات اللي تبغيهم. شوف شوف عرفتي اللحومات هنايا غير مشتتي شي انواع ديال شي حومات انا ما عمرني ذقتهم بحال دابا ديال البورك عندهم الصوصيت حتى هو ديال الخنزير انا تيبان لي من الاحسن الواحد يبقى ياخذ من بلايص احسن من هاد من هادو علاش لانهم رخاص وفي نفس الوقت عندهم الكونتيتي بزاف يعني ما تبقاش تمشي تقدا بزاف وثاني حاجه احسن من المحلات ديال العرب وديال الحلال لانهم تيكونوا غاليين كيغليو وكينصبوا على بزاف الناس تحت كلمه حلال فحضروا راسكم بزاف راه ماشي كلشي مزيان كاين فيهم اللي مزيان ولكن الاغلبيه تينصبوا على الناس ماشي وهذه زوينه بزاف عزيزه عليا بزاف غادي ناخذ هذا شتي دابا المشكله هو هذا كنجي نوريكم كنصدق واخد دابا على هاد القيبال بغيت كلشي بارطاجي باش يتبارطاجا وباش يتفاعلوا الناس مع هاد العزيزه عليا خاص نجرب شي واحد المره في تاي فود يعني تاي فود ديال تايوان وقيله ولا تايلاند الفود ما عرف شنو هو كان زوين بزاف مقرمش عقل عليه الناس الامريكان جربوا هذا وردوا عليه بغيت كلشي بالرجل بغيت كلشي يبرك لايك كومونتير وبارطاجي معاك حيت اش راه ما كتبارطاجيو ما كديرو حتى لعب بالرجل بارطاجيو معنا صاحبي بارطاجيو كومونتير طاقي صاحبك يشوف الحياه والمعيشه هنايا بشحال كتقار هذه ماشي زيت البلديات هذه الزيت الحلالي هذه 25 دولار هذه باينه غادي تكون شي كاليتي زوينه ديما الثمن الغالي تيكون هو اللي يعني كيف كنقولوا من احسن لي كاليتي 8 يطرو هذه الصاط غاديش من 4 يطرو شي دي شحال كبيره شوف شي دي شوف واش يدي شوف عمرني شفت انا 8 يطرو هذه واقيلا تخيل معايا 8 يطرو بشحال 33 درهم يعني قلت تقريبا 6400 و 8 يطرو الصاط ولا ما عرف شحال من يطرو هذه ماشي 4 يطرو ولا 5 يطرو كيف المغرب ما عرفش 8 يطرو 6400 يعني هذه بحال شي قسمتيها غادي تكون رخيصه على المغرب ولا ولا شحال اجي نشوفوا الاخر عاوتاني بشحال ولا 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 ها انتم يقولك بنادم الزيت يقولك بنادم الزيت انتم عندكم غاليه انتم جوج او ما جوج شد صاحبي حبس جوج بوادا شحال 12 دولار 140 درهم 140 درهم هذا واقيلا فيه 3 يطرو الى ما كيكتبوكش شحال من يطرو واو 2.84 قلت 84 قلت تقريبا 3 يطرو 3 يطرو هنا 3 يطرو هنا 6 يطرو ب 140 درهم 120 درهم والله ترخيص على المغرب برا بالله صافي اجي نخلص هنا المهم انا عارفكم دابا غادي تكونوا كتقولوا بلي شحال تقامت عليك سفيان داكشي كامل هاو ما تيبالكمش بزاف الحوايج ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا ها هو الثمن هنايا غنقلب لكم الكاميرا ها انتم كيف كتشوفوا تقريبا 102 دولار عاوتاني هاد 102 دولار ولا 1000 وشي حاجه غادي تجلسك بزاف علاش لانني خديت واحد الحاجه اللي كتجلس بزاف يعني بزاف ديال الحومه الصدر بزاف ديال الكفته عصير الحليب صافي يعني ما غنوليش نرجع ان شاء الله لهاد الكاسكو تدو شي 3 شهور ولا 4 شهور هادشي دا كيطول بزاف بالنسبه للي ما عارفش كيفاش ليسانس الاول العادي المزيان ها انت شوف كل تيكون اللودد ولا تيكون اللايد تيكون العادي السامبل كاين البلاس بلاس هي بحال زيد واحد النغيزه وكاين البريميان هذا هو اللي تندير انا البريميان حيت كيف قلت لكم فاش كانت عندي الطوموبيله الاولى العاديه 4 سيلندر يعني 4 سيلندرات كدير لهم العاديه اما فاش تكون عندك زيت في الباور زيت في السيلندر زيت في شي كامل ضروري خاصك دير لهم البريميان يعني الاول واخا هو غالي ولكن ما يمكنلكش حتى طوموبيله كتمشي مثلا 60 مايل بير اور في 3 ثواني غادي دير لها واحد عادي غادي ما تعطيهاش حقها فهمتيني سو داكشي بغيت نقول لك يعني كاين الهاي بيرفورمانس كاين العادي فبلا ما ندخل في هادشي الميكانيك نعمرو ليسانس ونمشيو للدار نتمنى يكون عجبكم هاد الفلوغ ما تنساوش تبارطاجيو
وديروا لايك باش وكم كنصور لكم مره مره بحال هكا هي صورت لكم كي داز النهار كي داز الصباح. فما تنساوش بارطاجيو طاكي صاحبك الا ما بارطاجي ما درتيش لايك غتعكزني ما ندير الفيديو الاول وكيف كديروا لي الفيديو الاخرين. يلا وقيلا غنختم الفلوغ هنا نقول لكم تهلاو في راسكم والله يسهل لاي واحد قلبه بيض. مع السلامه.